اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ومصر جميله 23 اغسطس. زي ما عودنا حضراتكم عندنا عدد من الاخبار الخفيفه السريعه، ويكون عندنا فقرتين بعد الاخبار مباشره هنعرفهم في نهايه الاخبار باذن الله. اسمحوا لي ابدا بالاخبار النهارده. أول خبر، تسلمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا تمثال من الأوشابتي وجزء من تابوت ملون ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة نتيجة الحفر خلسة وليس من أي متحف أو مخزن أو موقع أثري. ويأتي استرداد وتسليم هذه القطع في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج. تاني خبر عندنا النهاردة ومن وزارة الرياضة، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الطفلة ملك مصطفى محي والملقبة بحريفة الشارع وابنة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. وأضاف وزير الرياضة أنه سوف يتم تلبية جميع مطالب اللاعبة الموهوبة ومنها عمل عضوية لها بمركز شباب بني صالح بالشرقية، كما وعدها وزير الرياضة بمساعدتها للالتحاق بأحد الأندية وذلك لثقل موهبتها حتى تصبح في يوم من الأيام من مشاهير كرة القدم النسائية. وكانت الطفلة ملك من خلال لقطات سجلتها أثناء ممارستها لكرة القدم قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تلعب كرة القدم بشكل محترف. الحقيقة يمكن بعد الأخبار كانت أهم الأخبار الموجودة عندنا أو أخفها، يمكن بعد الفاصل مباشرة هنلتقي بمنتخب مصر للألعاب الإلكترونية بعد أن فاز بالبطولة الإفريقية للألعاب الإلكترونية بالدار البيضاء اللي أقيمت في الفترة من 17 ل 21 أغسطس الجاري. والحقيقة يمكن النهاردة يكون معنا المدرب ويكون معنا بطل من الأبطال وهيكون معنا رئيس الاتحاد المصري للتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وأيضا هكون في فقرة أخرى عن متحف جاير أندرسون المعلم الأثري العظيم اللي بتدور حوله عدد من الأساطير الحقيقة والقصص هنعرفها في الفقرة بإذن الله. أرجوكم ابقوا معنا. تزخر مصر بالعديد من الحكايات التاريخية التي ترويها الأماكن والآثار، والحكاية هنا يرويها بيت الكريتلية الذي يقع بحي السيدة زينب. فبيت الكريتلية متحف يمتلئ بكنوز من حضارات متعددة، وهذه الكنوز عبارة عن تحف وآثار وضعها الضابط الإنجليزي جاير أندرسون في البيت. ففي القرن السادس عشر وتحديداً في عام 1540 وفوق جبل يشكر في حي السيدة زينب، قام المعلم المصري عبد القادر الحداد ببناء بيت فوق هذا الجبل. ومع مرور الأعوام وتحديدا في القرن التاسع عشر اشترت البيت سيدة أجنبية من جزيرة كريت، ومن هنا جاء تسمية المكان ببيت الكريتلية. ولكن لم يبقى المنزل على حاله، حيث ساءت حالته وتهدمت معظم جوانبه، إلا أن الضابط والطبيب الإنجليزي جاير أندرسون وقع في حب فتاة مصرية تقيم في البيت، فقرر أن يتكفل بمصاريف ترميم البيت وأقام فيه وملأه بالمجموعة التي يمتلكها من التحف والآثار التي يحب اقتناءها، منها تحف إسلامية وفرعونية وأخرى من الصين وبلاد فارس والقوقاز وأسيا والشرق الأقصى وأوروبا، على أن تؤول ملكية هذه المجموعة الأثرية للشعب بعد وفاته. وتأتي أول فقرة وهتكون عن متحف جاير أندرسون أهم المعالم الأثرية الإسلامية. الحقيقة يمكن المتحف ده تحديدا دي قصة غريبة وتدور حوله عدد من الغرائب والأساطير والأحاكي
الغامضة. هنحاول نعرف إيه أصل المتحف ده تحديداً ومين هو جار أندرسون من خلال لقائنا مع الأستاذة وسام طه مسؤول التسويق بمتحف جار أندرسون. أهلا بيك معنا. أهلا وسام أستاذ محمد. إيه موضوع المتحف، فيه إيه؟ أولاً طب هنتكلم، خلينا قدام الأول نعرف الناس الأول إيه هو، مين هو جار أندرسون تمام. وإيه البيت اتعمل متحف؟ هو موقعه الأول بجنب جامع أحمد بن طولون في منطقة السيدة زينب في شارع الصليبة بالضبط. يعني هو اتحول أولا، هو كان اسمه بيت الكريتية وده كان الاسم الشائع ليه، اتحول بعد كده لمتحف جاير أندرسون لأنه البيتين أولا كانوا من العصر العثماني، هما بيتين مش بيت واحد، بيت الكريتية وبيت أمنة بنت سالم، وتسموا بالأسامي دي نسبة لآخر ناس سكنت فيه. يعني الكريتية نسبة لزينب الكريتية اللي هي كانت آخر واحدة سكنت فيه، ودي كانت أصلها من كريت، من جزيرة كريت في اليونان، ست سارية ومسلمة جت وعاشت في مصر وأجرت البيت ده وعاشت فيه وآخر واحدة سكنت فيه. أمنة بنت سالم كانت نفس الكلام برضو، بس دي كانت مصرية وكانت آخر واحدة عاشت في بيت أمنة بنت سالم. البيتين دول هم شدوا جاير أندرسون بقصة حب لطيفة جدا. هو كان أولا هو كان ضابط في الجيش الإنجليزي والتحق بالجيش المصري في فترة، وبعد كده أحيل للتقاعد 1924، وأثناء الفترة دي هو كان بيحب جمع الآثار والتجوال في شوارع مصر والقاهرة القديمة والكلام ده كله. فطبعا أثناء التجوال ده كان معاه مرشد سياحي وكان في المنطقة بتاعة جامع أحمد بن طولون. بيقول هو في المذكرات بتاعته اللي كتبها عن مصر ان اثناء التجوال بتاع في جامع احمد بن طولون شاف سيده بتطل من احد المشربيات بتاعه بيت الكريتليه، ودعت جاير اندرسون بروح طبعا المصريين تعالى اتفضل اشرب حاجه، يعني بترحيب المصريين. فهي رحبت بجاير اندرسون ان هو يدخل البيت، فالمرشد قال له لا احنا مش هنخش البيت. بس جاير اندرسون اعجب بشكل البيت واعجب بالصحن بتاعه بالزخارف المنقوشة اللي على البيت نفسه، فما يعرفش ان هو بعد حوالي 20 سنة بعد ما احيل للتقاعد راح زار مرة تانية البيت ولقى ان الحكومة المصرية عملت فيه العديد من الترميمات وبقى شكله احسن، فقدم ساعتها طلب للجنة حفظ الاثار العربية عام 1935 بان هو عايز يأجر البيتين دول، يأجرهم هيعمل فيهم مجموعة من الترميمات. هو كان راجل محب للاثار، غاوي جمع تحف زمان، طبعا كان في مزادات للاثار، ما كانش فيه لسه طبعا قوانين تجارة الآثار والكلام ده، فهو كان غاوي جمع تحف، فقال ان هو هيجمع كل الآثار بتاعته وهيحطها في بيت الكريتلية. قعد فيه حوالي 7 سنين لغاية 1942، ولما غادر لظروف مرضية قرر ان هو يسلم البيت بالآثار بتاعته كلها للحكومة المصرية مرة تانية، وكل محامي بالفعل وسلم البيت مرة تانية للحكومة المصرية بالآثار اللي موجودة فيه، بس كان يعني بيشترط ان اسمه يتحول من بيت الكريتليه لمتحف جاير أندرسون. جميل. اساطير وغموض وبيتكلموا كده في قصص رعب. يعني مش قوي كده، بيكون حاجات فيها مثيره جدا. ايوه الحاجات دي على فكره انا عاوز اقول لك حاجه، انت عارفه القلعه بتاعت الكونت دراكولا في ترانسلفانيا في رومانيا، انت عارفه بيزوروها قد ايه؟ عارفة كام مليون بيزوروها سنويا؟ لمجرد الأساطير اللي كانت بتتلى والقصة الحقيقية. هو طبعا مش هيقابلوا دراكولا هناك، يعني اللي هو دوكفريد فهو مش هيقابلوه هناك طبعا، لكن القصة عشان يعيشوا حياته وهم القصة والأسطورة لمجرد انها اتنسج عنها أسطورة او قصة ليها أساس من الصحة لكن مش بالخرافة العظيمة. بالضبط، هي نفس الأساطير اللي عندنا، هي فيها أساس عندنا؟ من الصحة بس إحنا طبعا يعني في زيادات عليها، يعني جزء من الخيال. يعني مش لما أروح جاير أندرسون مش هلاقي فامباير هناك. لا مش هلاقي. إحنا عندنا البير المسحور. البير المسحور. في جن. بتكلمي جد؟ آه والله. أنا أحب الحواديت دي على فكرة. أساسا النسج الأساطير دي كان الشيخ سليمان الكريتلي، يقال إن ده حفيد زينب الكريتلية اللي هي كانت آخر واحدة سكنت. فالشيخ ده لما كان موجود وبدأ جاير أندرسون يأجر المكان، فكان عايز يتقرب لجاير أندرسون، فبدأ يقول له مجموعة من الأساطير والقصص عن البيت نفسه. فجاب فعلا قصص حقيقية حصلت ونسج منها من الخيال. يعني احنا عندنا أصلا في الفحوش بتاع بيت الكريتلية في بير، البير ده قال له ان ده بير مسحور، اتقال عليه أكثر من قصة، يعني اتقال ان البير ده تحتيه جن وسبع بنات وان هو اللي بيرعيهم وهو اللي بيخدم عليهم. لا لا لا
بالراحه عليا عشان ما تكنيش في الكلام. يعني هو كان بيشتغله بيالف يعني. هو كان بيالف يعني. كان بيالف وكان يعني كان في مقابل مادي للموضوع ده. وكان جاير اندرسون كان مبسوط جدا من القصص دي لدرجه ان هو عمل كتاب اسمه كتاب بيت اساطير الكريتليه وكان بيتعرض النسخه الاصليه بتاعته في متحف البرت بره يعني مش موجود هنا كمان. ولما عجبته اكتر عمل اطباق من النحاس. الاطباق دي حول فيها كل اللي قاله الشيخ سليمان الكريتلي لقصص مرسومه دي بتعرض عندنا حاليا يعني في قاعه عندنا من القاعات. فالبير ده قال ان هو تحتيه جن وسبع بنات وان هو اللي بيرعاهم وما بيخليش حد يجي. انا عاوز اعرف ايه تحتيه جن وسبع بنات؟ خلينا منطقيين. جن ممكن. ايه بقى سبع بنات؟ سبع بنات دول بناته يعني بناته. الجن الجن وسبع بنات دول بناته. بنات الجن يعني اللي هو تمام. وهو اللي كان بيخرج من البير يقضي لهم اي يعني احتياجاتهم او كده فكان بيتحول لوطواط. يعني الجن ده لما كان بيخرج من البير فكان بيتحول للوطواط عشان كده اسمه سلطان الوطويط. سلطان الوطويط. سلطان الوطويط. حتى الشارع اللي ما بين البيتين يعني المنطقه اللي ما بين البيتين حاليا دي طبعا جزء دلوقتي من المتحف دي كانت اسمها في زمان سكه الوطويط نسبه الى الجن اللي هو كان اسمه سلطان الوطويط. بالظبط كده. فبيقول ان الجن ده كان معاه كنز كبير وان اللي كان بيدلو دلو في البير ده كان بيحط له عمله ذهبيه عشان خاطر ييسر عليه الحال يعني يبيع العمله دي وييسر عليه الحال. اي فقير كان وانت وانت نزلت الجردل كام مره؟ ما نزلناش والله ولا مره. لا والله يعني حتى ما حدش صلح حاجه. هنحاول بقى. لازم نحاول هنحاول الفتره الجايه ان شاء الله. فده اسطوره من الاساطير يعني. هو لما حكى لجاير اندرسون الموضوع ده قال له ان هو سليمان الكريتلي سليمان الكريتلي قال له ان انا نزلت في مره وانا في شبابي حاولت ان انا انزل مره البير ده وكان في سكتين سكه اللي فيها الذهب وسكه فيها اللي يروح ما يرجعش ولا وما تحاولش تنزل يعني هو برضو خوفه من البير ده ان الجن اللي تحت ده هيحافظ على البنات اللي موجوده معاه. طب هننزل امتى؟ خلاص مش هينزل مش هننزل احنا قفلنا البير خالص. اتقفل ها؟ هو كان اصلا بير طبعا بالتاكيد عشان ميه. هو كان بير لان كان وراه كمان مكان الاسطبل وكده فكان ده بير يعني كانوا بيشربوا منه وكده. فاي حاجه بقى واتقال عليه كمان ومش باين اخرها بالظبط كده. اتقال عليه كمان ان البير ده بير الحب يعني ان البير ده كان جمع ما بين قصه حب ما بين اتنين كانوا موجودين في المكان ما بين لطيفه وامين. لطيفه وامين دول كان اتنين واحد كان ساكن في الكريتليه والثانيه كانت ساكنه في بيت امنه. فلطيفه وامين دول البير ده هو اللي جمع ما بينهم من قصه حبهم ان لطيفه دي كانت رافضه الجواز ومامتها قالت لها ان هي تملى من البير نفسه. فسلطان الوطويط الجن لما شاف لطيفه من جمالها رفع لها الميه يعني رفع لها الميه عشان خاطر ما تتعبش وهي بتدلو الدلو. طب ده جن حنين. طب كويس. طب هنطلع فاصل سريع بعد اذنك ونرجع نكمل موضوع سلطان الوطويط ده عجبني قوي بصراحه. اتفضل. اتفضل. وعوده من بيت الكريتليه وعوده مره اخرى مش هنرجع بقى لموضوع السلطان الوطويط لكن الحقيقه انا شفت طبعا زي ما انتم شايفين في مسرح عرايس قام هناك بيحكوا فيه القصص والاساطير دي للاطفال. صح كده؟ بجد الترحيب بالاستاذة وسام طه مسؤول التسويق بمتحف جاير اندرسون. ويلا مسرح العرايس. نبدا بمسرح العرايس. احنا حاليا انا معايا جروب يعني بيسجل هو معظمه من المتطوعين في المتحف. بنسجل حاليا قصص لمسرح العرايس. هي مجموعه من العرايس صممتها واحده متطوعه معانا اسمها نيرفانا وعملت العرايس دي على الاساطير الموجوده يعني طبعا اللي هي اكتر الاساطير مشده للاطفال او اللي هي تبقى فيها قصه وحكمه في الاخر. فاحنا عملنا مجموعه من العرايس وحاليا بنسجل الفيديوهات بتاعتها عشان بعد كده نعرضها على صفحة المتحف وبعد كده ان شاء الله نعملها لايف في الموجوده بقى ان شاء الله تبقى موجوده في اقبال من الاطفال. في اقبال على الاطفال من الاطفال على المتحف اكيد هو اكيد طبعا في اقبال لان في انشطه مختلفه ومتنوعه يعني بصرف النظر عن مسرح العرايس احنا عموما الاعياد لما بتبقى موجوده زي مثلا عيد وفاء النيل او اي اعياد بتبقى فيه مناسبات احنا بنعمل ورش عمل للاطفال ان هم ييجوا ويسمعوا القصص والحواديت اللي موجوده في المتحف ويبتدوا ان هم يرسموا حاجه مثلا شدتهم في المتحف او عجبتهم قص ولزق اعاده تدوير كل الحاجات الانشطه دي احنا بنخليهم ان هم يعملوها من خلال الزياره بتاعتهم في المتحف نفسه. في طبعا ورش للكبار يعني بصرف النظر بقى عن ورش صغيرين في ورش للكبار كمان للسيدات طلبه الجامعه الخريجين في مجموعه كمان من الورش وبتكون مجانيه للمتطوعين وللمدربين نفس المدربين والمتدربين.
تمام. الورش دي معظمها بقى يعني كلها اصلا مجانيه، وبيتعلموا برضو فيها حاجات، بس بتبقى بقى مثلا ورشه ماركتري، رسم على الازاز، اعاده تدوير، الكلام ده كله بيتعلموه بقى الكبار في الورش دي. وبيعمل بعد كده بيتعمل بعد كده معرض للمنتجات دي، بنعرض لهم فيها المنتجات بتاعتهم. طبعا مش هنتكلم عن مقتنيات المتحف طبعا، يعني طبعا احنا شفنا في الفيديو مقتنيات المتحف بقوه، وشفنا حتى رسم تمثيل راس نفرتيتي. بس صح دي الكوبي بتاعتها. دي كوبي طبعا مش حقيقيه طبعا، انا فاهم ده. الديكور زي ما هو من زمان، من ايام جاير اندرسون، نفس اثاث البيت زي ما هو، ولا تم اضافه عليه؟ يعني هو طبعا نفس التصميم بتاع البيت نفسه من حيث العماره، نفس الشكل، بس طبعا اتعملت ترميمات كتير في الاسقف، في الارضيات، طبعا اضافت قطع اثريه كتير، في قطع اصليه اصلا من البيت، واضافت قطع أثر اللي هي جابها طبعا جاير اندرسون للمكان، في كمان قطع شخصيه خاصه بجاير اندرسون نفسه، يعني صور شخصيه لزوجته، لاخوه، كل دي قطع هم ضافوها طبعا في المتحف نفسه. اقول لك حاجه احلى، الاساطير اقوى حاجه في المتحف. ده حقيقه. اسطوره السلطان الوطويت والسبع بنات ده، لا لا موضوع جامد بصراحه. يعني ما دام بيتعرض القصه وفي كتاب مكتوب عنه، اساطير الكريتليه، هم حوالي 14 اسطوره. 14 اسطوره؟ لا لا احنا قاعدين مع بعض بقى. لا 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 محتاجين. انا سعدت جدا بلقائك. الله يخليك. وبشكرك جدا استاذه وسام طه، مسؤول التسويق بمتحف جاير اندرسون. شكرا لحضرتك. وان شاء الله كل يوم زياره عشان اقابل السلطان بنفسي. السلطان نورنا يا استاذ احمد. الله يكون موجود ان شاء الله. هقول له تحياتي يا فندم مره ثانيه. الله يخليك. دي كانت فقره سريعه عن بيت الكريتليه او متحف جاير اندرسون عندنا في مصر هنا. زي ما انتم شايفين في اساطير كثيره جدا، 14 اسطوره. يعني اتمنى ان حضراتكم تروحوا تزوروها عشان تشوفوا بنفسكم وتسمعوا هذه الاساطير من اصحابها. بعد الفاصل لنا لقاء اخر، ارجوكم ابقوا معنا.